السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أبدأها بأبرز العناوين. وزيرة الصحة تؤكد استكمال العينات المستهدفة من مشروع الجينوم بحلول العام الجاري. وزارة الأشغال تكشف عن إنجاز نحو 7,900,000 ساعة عمل دون حوادث أو إصابات عمل في عدد من مشاريع الطرق. معهد البحرين للتنمية السياسية يطلق برنامج رهان المستقبل المتخصص لفئة شباب البحرين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل التاسعة. أكدت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أن مركز الجينوم الوطني تم تدشينه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشددة على حرص وزارة الصحة على تنفيذ هذه التوجيهات لما يمثله هذا المركز من إسهام في الوقاية من الأمراض الوراثية وتطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية فعالة. وأضافت وزيرة الصحة أنه تم إنجاز عدد من المهام والمتمثلة في استكمال العدد المقرر من المرحلة الأولى للمشروع والبالغ 6,000 عينة، والمؤمل استكمال باقي العينات المستهدفة للمرحلة الثانية من خطة المشروع بحلول نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى قيام فريق عمل مشروع الجينوم بالإشراف على عدة دراسات متعلقة بجينوم فيروس كورونا وجينوم المصابين. أكد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا على دور المواطنين والمقيمين في الإسهام في الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار أي فيروس والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة بما يسهم في الوصول للأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة، خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية نتيجة الالتزام من الجميع خلال الأيام الأخيرة. ودعا الفريق الوطني إلى ضرورة الالتزام بكافة الإرشادات والإجراءات الاحترازية والمتمثلة في معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات عند الخروج للحالات الضرورية، إلى جانب الابتعاد عن التجمعات العائلية. وللحديث حول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة هند السندي استشاري طب العائلة في وزارة الصحة. أهلا بك دكتورة معنا في التاسعة. يعني في البداية دكتورة، ما هو دور المواطنين والمقيمين في الإسهام في الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا؟ طبعا هذه المرحلة تعتبر مرحلة هامة، خاصة بعد الارتفاع السابق للحالات التي شهدتها مملكة البحرين في الآونة الأخيرة. تتطلب منا التكاتف ومواصلة الالتزام بكافة الإرجاءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، فمن واجب كل مواطن ومقيم المشاركة في مساعي المملكة للتصدي لهذه الجائحة وجهودها المستمرة من أجل التقليل من نسب الحالات القائمة وزيادة حالات التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها. تعاون المواطنين والمقيمين عنصر رئيسي في تحقيق الهدف المنشود من خلال الالتزام بالتعليمات الوقائية التي من أهمها الابتعاد عن التجمعات والالتزام بلبس الكمام والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي والحرص على الإجراءات السلامة التي أوصى بها فريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. طبعا والإقبال على التطعيمات والمبادرة في تسجيل الجرعات المنشطة خاصة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. والجدير بذكرنا في هذه الفترة
نأكد على وعي المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين من خلال التزامهم في عدم نشر الإشاعات وأخذ المعلومات من مصادر الرسمية الموثوقة، والمبادرة في تصحيح التساؤلات والمفاهيم الخاطئة التي تم رصدها، والالتزام بالبروتوكولات المحدثة للحالات القائمة والمخالطين التي تم الإعلان عنها من قبل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا. نعم، يعني دكتورة في الأيام الماضية لاحظنا وجود مؤشرات إيجابية ولله الحمد لتسطيح المنحنى نتيجة للالتزام من الجميع خلال الأيام الأخيرة، فما مدى أهمية مواصلة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية خلال هذه الفترة مع التعامل مع الفيروس فيروس كورونا؟ طبعا مثل ما ذكرتي، لله الحمد لاحظنا خلال الأسبوعين الماضيين انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات والازدياد في حالات التشافي، والفضل يعود لله ثم للطاقم الطبي ووعي والتزام المجتمع البحريني الذي ساهم بتصحيح ولو بسيط للمنحنى الذي نطمح خلال القرارات القادمه ومحافظتنا على المواصله في الالتزام بالاجراءات الاحترازيه مثل ما ذكرنا من لبس الكمام والتباعد الاجتماعي واقتصار التجمعات في محيط العائله الصغيره، وطبعا غسل اليدين وتعقيمها بشكل مستمر. ذلك دائما يؤدي إلى تحصين المجتمع والوصول إلى مناعة القطيع المرجوة من خلال الإقبال على التطعيمات والجرعات المنشطة التي تسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه المملكة. نعم دكتورة هند السندي، استشاري طب العائلة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. للمرة الأولى في مملكة البحرين تمكن فريق طبي بالمستشفى العسكري من علاج القرحة الثاقبة للأرطي باستخدام تقنية العلاج التداخلي القسطرة، وذلك عن طريق وضع داعمة شريانية، حيث تعتبر القرحة الثاقبة للأرطي من الحالات النادرة والخطيرة في نفس الوقت، وقد تمت العملية بنجاح تام. وفي هذا السياق يتقدم العقيد الطبيب ظافر كمال بالشكر الجزيل إلى سعادة اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية على دعمه المستمر لا محدود لجعل مثل هذه العمليات الحديثة ممكنة ومتوفرة لخدمة المرضى. كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة أنجزت نحو 7,900,000 ساعة عمل دون حوادث أو إصابات عمل، وذلك في عدد من مشاريع قطاع الطرق الاستراتيجية والمنتهية مؤخرا أو على وشك الانتهاء، حيث أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تولي اهتماما كبيرا لمتطلبات الصحة والسلامة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة أنه من بين الإجراءات المتبعة في سبيل تحقيق السلامة في مشاريع الطرق، تقوم الوزارة بالطلب من المقاولين وقبل بدء أعمال المشروع بتقديم خطة للصحة والسلامة المهنية والبيئية في موقع العمل، حيث يتم عرض هذه الخطة على المختصين في قسم الصحة والسلامة لدراستها. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. مصرف البحرين المركزي يؤكد التزام وجاهزية النظم والإجراءات المتعلقة بسداد أجور العاملين إلكترونيا. شاركت سعادة الشيخة هالة بنت محمد الخليفة مدير عام للثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والأثار عبر تقنية الاتصال المرئي في محاضرة بعنوان العمل الدبلوماسي الدبلوماسية الثقافية، حيث تأتي هذه المحاضرة بتنظيم من أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية، وبهدف تعزيز المعرفة الدبلوماسية ومتطلباتها في مجال العمل البرلماني. وأوضحت سعادة الشيخة هلا بنت محمد الخليفة أن الحضور الثقافي في العمل الدبلوماسي يساهم في توطيد العلاقات بين الدول وتوفير مساحات عمل مشتركة،
مؤكدة على أهمية مشاركة مملكة البحرين في جهود المجتمع الدولي لدعم العمل الثقافي والحفاظ على إرث الشعوب كافة. أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن إطلاقه لبرنامج رهان المستقبل المخصص لفئة شباب البحرين ضمن الفئة العمرية ما بين 18 والتاسعة والعشرين عاما، ويتضمن البرنامج على ورش عمل ودورات تدريبية وحلقات نقاشية في موضوعات مختلفة ذات طابع سياسي. ودعا المعهد الشباب بالتسجيل في البرنامج من خلال موقع المعهد الإلكتروني بدءا من 6 يونيو ولغاية 17 يونيو الجاري. هذا ويسعى البرنامج لتحقيق أهداف المعهد بحسب ما ورد في المرسوم الملكي لإنشائه، والمتمثل في توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني. وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد محمد الجهمي رئيس قسم التدريب والقائم بأعمال رئيس قسم التوعية بمعهد البحرين للتنمية السياسية. أهلا بك معنا في التاسعة. يعني بداية، ما هو الهدف الرئيسي الذي يسعى له المعهد معهد البحرين للتنمية السياسية من خلال إطلاق برامج رهان أو برنامج رهان المستقبل؟ نعم، في البداية نتقدم لكم بالشكر والتقدير على جهودكم المتميزة في هذا البرنامج، كما نشكركم على استضافة معهد البحرين للتنمية السياسية للحديث حول إطلاق برنامج رهان المستقبل. طبعا المعهد حريص بشكل سنوي أن يقدم مجموعة من البرامج والفعاليات التدريبية والتوعوية لمختلف أفراد المجتمع، وهذا البرنامج رهان المستقبل تم تحديده لفئة الشباب، والذي يهدف إلى إعداد كوادر شبابية وطنية قادرة على الانخراط في العمل الوطني من خلال تقديم حزمة من الفعاليات التدريبية والجلسات النقاشية التي تؤهلهم وتمكنهم في تحمل المسؤولية الوطنية وأيضا المساهمة في رفعة ونهضة هذا الوطن الغالي. طبعا ويهدف أيضا هذا البرنامج إلى تشجيع الشباب على تقديم المبادرات والأفكار الإبداعية الجديدة في تطوير القيم الحقوقية ورفع الوعي السياسي. نعم، يعني ما هي المراحل التي يستمر بها البرنامج وكيف يساهم البرنامج في تنمية الوعي السياسي لدى الفئة المشاركة فيه؟ كما أعلننا سابقا أن يتكون البرنامج من 3 مراحل. المرحلة الأولى هي عبارة عن مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تتطرق إلى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وأيضا أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالرؤية الاقتصادية 2030، إضافة إلى تعزيز المواطنة والقيم البحرينية لدى المشاركين. أيضا سوف نقدم مجموعة من التدريب على بعض المهارات في إعداد الشاب القيادي والتفكير الإبداعي ومهارات الحوار والتخاطب مع الآخرين. هاي في المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن سلسلة من الجلسات النقاشية مع بعض كبار المسؤولين في الدولة للحديث مع المشاركين حول بعض الموضوعات السياسية والوطنية ذات العلاقة بتطوير وتنمية قدرات الشباب. والمرحلة الأخيرة اللي هي الثالثة، احنا بنوزع المشاركين على عدة مجموعات من أجل تقديم مقترحات ومبادرة إبداعية لتعزيز القيم الوطنية المجتمعية ورفع الوعي السياسي. جميع هذه المراحل في حال مشاركة الشباب طبعا بتمكنهم وبترفع عندهم الوعي السياسي، وأيضا بتحملهم المسؤولية الوطنية والمساهمة في رفعة ونهضة هذا الوطن. نعم، السيد محمد الجهمي رئيس قسم التدريب والقائم بأعمال رئيس قسم التوعية بمعهد البحرين للتنمية السياسية، شكرا جزيلا لك.
أكد مصرف البحرين المركزي أنه قام خلال الفترة الماضية بعمل مراجعة شاملة بالتنسيق مع شركة بنفيت مشغل النظام، وذلك للتأكد من التزام وجاهزية النظم والإجراءات المتبعة في غالبية بنوك التجزئة، إضافة إلى مزودي خدمات الدفع، وذلك لتسهيل عملية فتح حسابات مصرفية أو بطاقات مسبقة الدفع أو إنشاء محافظ إلكترونية لجميع العمال، بحيث يتم تحويل أجور العمال لهذه الحسابات في وقت استحقاق الأجور، وذلك في ضوء القرار رقم 22 لسنة 2021 والصادر عن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ 25 من مارس 2021 بخصوص تطبيق المرحلة الأولى من التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه بأي وسيلة من وسائل الدفع المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. نهاية أخبار التاسعة، والمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق بي إتش تي في إن راديو. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.